جينا لرقم خمسة. رقم خمسة، هي رقم خمسة بده نهاية س تربيع ناقص أربعة ظل س ناقص اثنين على س تربيع ناقص أربعة س زائد أربعة وس تقول له لتني. طيب ايش الخطوة الأولى يا جماعة برضو؟ قسم على زاوية الظل. الخطوة الأولى قسم على زاوية الظل. شو زاوية الظل؟ س ناقص 2. طب صير هيك نهاية س تربيع ناقص 4 ظل س ناقص 2 على س ناقص 2. المقام اللي هو نهاية س تربيع ناقص 4 س زائد 4 على برضو ايش؟ س ناقص 2. طبعا هون س تقول لاثنين وهون س تقول لاثنين. الان الجزء اللي في الدائرة خليه لحاله، الجزء اللي في الدائرة ايش تعمل؟ خليه لحاله، يعني هذا لحاله. بس هذا استاذ مضروب في س تربيع ناقص 4. خذوا مع هذولك هيك 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 معي يا جماعة؟ مفهومة الشغلة هاي ولا صعبة؟ مفهومة؟ هذا لحدو لحالهم وهذا ايش؟ لحاله. يعني كيف يعني بدها تصير؟ يعني هيك نهاية س تربيع ناقص 4 على س تربيع ناقص 4 س زائد 4 على س ناقص 2. واللي فوق اللي هو ايش؟ زي ما احنا قسمناه ظل ايوه س ناقص 2 على س ناقص 2. هذا حال وهذا حال، كله س تقول لي ايش؟ س تقول لي 2. هاي يا جماعه الحد سهل الخطوه هاي ولا فيها مشكله؟ هذا لحال وهذا لحال، هذا هون هيو كتبته زي ما هو وهذا لحال. طبعا هذا اللي باخذ فيه ايش؟ الصاد، صاد يساوي س ناقص 2، طبعا صاد راح تقول لي ايش؟ صفر. طيب هون تنزل هاي النهايه صاد تقول له صفر. ظل س خلاص صارت صاد، ظل صاد على ايش؟ صاد على صاد. ضرب هذا طبعا ايش نهايته؟ واحد صح؟ ضرب واحد، ليش معي في شيء هذا؟ طب نشتغل على النهاية هاي، سهلة جدا هاي، شو تحليلها؟ نهاية س تقول لك كم؟ لاثنين، اللي فوق هذا شو نوعه؟ رقم اثنين س ناقص اثنين س زائد اثنين. واللي تحتيه هذا شو نوعه؟ 2 وس ناقص 2. هذا عبارة تربيعية صح؟ اللي هو شو بصير يا جماعة؟ س ناقص 2 س ناقص 2 على س ناقص 2 على س ناقص 2 بيطلع 4. راحت س ناقص 2 مع س ناقص 2 وكمان س ناقص 2 مع س ناقص 2. شو ضل عندك السؤال؟ س زائد 2، س عندك ب 2، 2 زائد 2 4 ضرب 1 يساوي ايش؟ سهلة ولا صعبة؟ إذا هاي نهاية س تربيع ناقص 4 ضل س ناقص 2 س تربيع ناقص 4 س زائد 4 قسمت على زاوية الظل اللي هي س ناقص 2 بعدين أخذت هدول مع بعض وهذا لحاله الدائري هيو وهذه مسألة لحالها. هذا طبعا بده صاد يساوي س ناقص 2 صاد تقول له صفر ظل س ناقص 2 على س ناقص 2 ظل صاد على صاد اللي هي جوابها كام؟ 1. وهي نهاية عادية س تربيع ناقص 4 اللي هي مربعين وس تربيع ناقص 4 س زائد 4 اللي هي عبارة تربيعية وهذا زي ما هو. اختصرت س ناقص 2 مع س ناقص 2 وفوق كمان س ناقص 2 مع س ناقص 2 ضل عندك س زائد 2 2 زائد 2 عوضنا 4 ضرب 1 يساوي ايش؟ يساوي 4. ماشي سهلة؟ فيها مشكلة هاي؟ لا. رقم خمس. طب نروح على رقم ايش حكينا ستة سهلة؟ سهلة. نهاية ظل س ناقص 5 على س سهلة هيك ايش؟ حكينا. قديش بيطلع؟ 1 على 8؟ 1 على 8. نيجي على رقم كم؟
رقم 7 نفس النمط هذاك اللي احنا لسه مبدئين. رقم 7 ذو نهاية س تربيع ناقص 9 وعندك مين؟ ظل س ناقص 3 على س تربيع ناقص 6 س زائد 9 وس تقول 3. شو رأيك أول خطوة؟ قسم على زاوية الظل اللي هي إيش؟ س ناقص 3 بتصير هيك نهاية س تقول 3 4 سين تربيع ناقص 9 ملناش فيه ظل سين ناقص 3 على عسين ناقص 3 والمقام سين تربيع ناقص 6 سين زائد 9 على سين ناقص 3. واحد الأستاذ شو معنى هاي ما بتقسمهاش؟ شو بدك تقسم هاي الظل؟ قسم الظل عسين ناقص 3 وقسمتها برضو عسين زاوية ونقسم في البصم ونقسم المقام. ليش ما تقسم هاي كمان؟ لأنه يا جماعة لما يكون عندك زي هيك مثلا ألف ضرب باء على جيم بدك تقسم البسط والمقام على 2 البسط والمقام على 2. كيف بقسم البسط والمقام على 2 هون؟ هاي البسط كلياته ألف ضرب باء كلياته بتقسمه على 2 والمقام جيم بتقسمها ايش؟ على 2. انا قسمت البسط على 2 والمقام على 2. ما بحط 2 تحت ألف و2 تحت باء وبينهم ضرب، هيك احنا قسمنا كأنه على كام؟ على 4. صح ما بزبط. أما لو كانت جمع طبعا ألف ضرب باء على 2 خلاص ممكن نحط الاثنين تحت مين لحالها؟ تحت الباء وضرب. أما لو كانت زي هيك ألف انتبهوا علي ألف زائد باء على جيم بدك تقسم البسط والمقام على 2 كيف بصير التقسيم؟ بدك يصير هيك على 2 على 2 على 2 ماشي الفرق بين هاي وهاي؟ ايش هذا هون؟ ضرب. لما اجي اقسم يا بقسم الالف يا بقسم مين؟ الباء. اما الجمع لما بدي اقسم على 2 بقسم الحد هذا والحد هذا والحد هذا ماشي؟ طيب نرجع لموضوعنا. ما حليته. نرجع لموضوعنا. هيو الدائرة لحاله بقية المسألة ايش؟ لحاله واحد لحاله احسب س تقول له 3 عندي فوق س تربيع ناقص 9 على س تربيع ناقص 6 س زائد 9 على س ناقص 3 ضرب ظل س ناقص 3 على س ناقص 3 النهاية كلها طبعا. هذا اللي باخده ايش؟ ص هون يبقى ص تساوي س ناقص 3 طبعا ص حتقول له صفر بتصير النهاية الأولى لحالها نهاية س تقول له 3 س تربيع ناقص 9 س تربيع ناقص 9 فرقهم مربعين س ناقص 3 س زائد 3. طب اللي تحت هاد عبارة تربيعية س س ناقص ناقص 3 3 على س ناقص 3 ضرب هذا خلصنا منه. هذا اللي صار نهاية ظل ص على ص وص تؤول إلى صفر. طبعا هذا ضرب كم؟ ضرب واحد. هون س ناقص 3 مع س ناقص 3 وس ناقص 3 مع س ناقص 3 ضل عندي س زائد 3 عوض 3 زائد 3 6 ضرب 1 يساوي يساوي 6. تمام مفهومة؟ 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 طلعت معي 4 طيب ماشي 6 ما علينا خلاص يا جماعة 7 هاي مفهومة 8 انا بقيت انت ولا 1 8 هي 7 لأن انا حليت نفس الطريقة بس شو اسمه طيب 8
لما نيجي ل 8 8 ما بدها شيء صح؟ قديمة هاي 8 صح؟ 8 قديم نقسم على زاوية الجيم الياسين تربيع ناقص 4 64 تاخذ 9 هاي فيها جيم فوق وظل تطلع 1 على 16 صراحة ما علينا ناخذ رقم 9 هاي فيها فوق جيم وتحت ايش؟ ظل هاي رقم 9 نهاية جيم سين ناقص 2 على ظل سين تربيع ناقص 4 سين تقول ل 2 هذه مسألتين في مسألة هذه مسألتين في مسألة ليش؟ ليش مسألتين في مسألة؟ لأنه في عندك جيم وظل طيب شو أعمل؟ أنت حر يا بتقسم على زاوية الجيم يا بتقسم على زاوية الظل هيك هيك راح نقسم على الزاويتين في المستقبل مش في المستقبل يعني كمان 3 4 سنين يا ناس والمستقبل كمان دقيقة يعني يا بتقسم على زاوية الجيب يا على زاوية ايش؟ الظل شو حابين؟ شو حابين؟ الجيب زاوية الجيب قسم على زاوية الجيب قسم على زاوية الظل قسم الأول طيب يبقى بتصير هيك نهاية سين تقول لاثنين اللي فوق اللي هي جيب سين ناقص 2 بقسمها على زاوية الجيب اللي هي سين ناقص 2 قسمت البسط على سين ناقص 2 على نهاية طبعا سين تقول لاثنين ظل سين تربيع ناقص 4 على ايش؟ سين ناقص 2 احنا قسمنا البسط على سين ناقص 2 معناته المقام على ايش؟ على سين ناقص 2 هسا لما تيجي للي فوق جاهزة حط صاد يساوي واحد. سين ناقص 2 يعني لما نيجي للبسط جاهز جيب سين ناقص 2 وسين ناقص 2 هاي شبه هاي خلاص بحط هون صاد يساوي سين ناقص 2 طب بالنسبة للمقام هي ظل سين تربيع ناقص 4 على سين ناقص 2 طب هاي البسط بطلع كام؟ خلينا نحط صاد واحد بطلع يساوي سين ناقص 2 فبصير عندك البسط كالتالي نهاية جيب صاد على صاد صاد تقول له صفر بعطيك هون كام؟ واحد على على يبقى البسط نهاية جيب صاد على صاد يساوي ايش؟ واحد طب المقام؟ لا المقام هذا ايش؟ ظل سين تربيع ناقص 4 سين ناقص 2 نرجع للأسئلة القديمة نفس الطريقة القديمة ايش نفس الطريقة القديمة؟ هي زي هيك وين هي؟ نرجع نقسم على نرجع نقسم هي بالضبط زي هاي نرجع نقسم على زاوية الظل على زاوية الظل لو اخذناها تحت هيك هيا ظل بسميها محسن سين تربيع ناقص 4 على سين ناقص 2 صارت مسألة زي اللي قدام هذول كنا نحكيهم من شوي صح ولا لا؟ ايش بدها هاي؟ قسم على زاوية الظل كمان مرة يعني بصير نهاية سين تقول ل 2 ظل سين تربيع ناقص 4 على سين تربيع ناقص 4 على سين ناقص 2 تقسيم سين تربيع ناقص 4 اللي فوق اللي احنا بناخذ فيها ايش؟ صاد يساوي سين تربيع ناقص 4 سين تقول له 2 صاد تقول له 0 فبصير عندك فوق نهاية ظل صاد عصاد صاد تقول له 0 وتحت طبعا نهاية ضل زي ما هي سين انتبهوا اللي تحت سين سين ناقص 2 زي ما هي سين ناقص 2 زائد 2 وسين تربيع ناقص 4 اللي هي سين ناقص 2 سين زائد 2 يساوي حسب النظرية هي كم؟ ربع هي واحد على سين ناقص 2 مع سين ناقص 2 واحد ونعوض هون 2 زائد 2 واحد على كم؟ على 4 يطلع الجواب 4 يطلع الجواب 4 إذا النهاية هاي اللي هي النهاية هاي شو طلع الجواب؟ أربعة يطلع الجواب واحد على ايش؟ شيء ربع واحد ماشي يا جماعة فهمتوها؟ إذا هاي مسألتين في مسألة نهاية جيب على ظل قسمنا على زاوية الجيب صارت اللي فوق مسألة مباشرة حط صاد بيطلع واحد اللي تحت مسألة بدها لسه لحالها تقسيم على زاوية الظل لحالها تقسيم على زاوية الظل تصير مسألة ايش؟ جديدة، تاخذ الجواب هذا تحطه هناك تطلع الجواب ايش؟ واحد على أربعة. طيب؟ هاي رقم كام؟ 9. 10 حلو لحالنا 10 سهلة. نقسم على زاوية الظل. قديمة بس، قسم على زاوية الظل بس. طيب شو رأيك تحل 11؟
11. يلا حلو 11، ناخذ هيك فاصل وبعدين نرجع لكم.